لكن دعوني أنتقل الآن عبر الهاتف إلى طرابلس، حيث مراسلنا معتز الخريف الذي حضر مؤتمرا صحفيا للمدعي العام بمكتب النائب العام صديق الصور. معتز، نعم نبيل، أرحب بك في هذه التغطية. لنبدأ من آخر شيء قبل أن أتحدث عن ما شاهدته منذ بدء صباح هذا اليوم حينما توجهت إلى محكمة طرابلس. حدثنا عن المؤتمر الصحفي الذي حضرته، ما أبرز ما قال فيه المدعي العام بمكتب النائب العام صديق الصور؟ نعم، المؤتمر الصحفي لم يتناول جديد بقدر ما تناول سرد إخباري لما رأيناه منذ الصباح. يعني ذكر بأن المتهمين، ذكر عدد المتهمين تحديدا وهم 38. ذكر بأن يعني التهم التي وجهت لهؤلاء المتهمين والذي لم يحضروا جميعهم، لم يذكر حتى، يعني سألناه عدد المتغيبين، عدد الحاضرين، للأسف لم يذكر عدد معين. ذكر بأن المتهم الأول وهو سيف الإسلام لم يذكر، ولكن لم يذكر العدد، رغم أننا سألناه عن العدد، عدد المتغيبين وعدد الحاضرين، ولكن فقط يعني خرجنا منذ لحظات سنقوم، يعني هم 38 متهم بعدد المتهمين الذي قمنا بتصويرهم داخل يعني داخل قفص الاتهام، ومن ثم سيتبين كم عدد المتغيبين وكم عدد الحاضرين. ولكن يعني القائمة 38 يوجد فيها العديد، يعني يوجد فيها من حتى من يعني هم موجودون خارج ليبيا ولم يتم القبض عليهم، هناك متهمون لم يتم جلبهم من يعني من مكان من مكان احتجازهم. فيما يخص ايضا سيف الاسلام، ذكر بانه يعني تعذر حضوره تعذر جلبه ان صح التعبير لاسباب امنيه، حسب ما ذكر سيد صديق الثور، لاسباب امنيه. ايضا قال بانه سيتم، وهذا حسب ايضا ما قاله النائب العام، النائب العام يوم امس قال بانه سيتم التحقيق وسيتم المساءله القانونيه لاي امر ولاي مدير مؤسسه لا يمتثل لتلك الاوامر، اوامر الجلب. ايضا السيد صديق الثور اكد على هذه النقطه بانه سيتم التحقيق في عدم حضور طيب معتز، يعني المشاهد الذي يعني يتابعنا الان ولربما لا يوجد حيث أنت الآن، يعني أطلعنا عن الإجراءات التي تابعتها كصحافة، ما الذي واجهتموه منذ يعني بدء هذه المحاكمة وتوجه المتهمين إلى غرفة الاتهام؟ يعني كيف كان السياق؟ ما أبرز ملاحظاتك ومشاهداتك هناك؟ نعم، فيما يخص اليوم يعني كان هناك استنفار أمني إن صح التعبير، كانت هناك أربع جهات يعني تقريبا قامت بتأمين المكان، قامت بتأمين مداخل ومخارج المحكمة، قامت ب يعني توفير الحماية اللازمة للمتهمين، يعني للصحفيين، لكافة الموجودين في المكان. يعني هذه الجهات هي الحرس الوطني، الشرطة العسكرية، الشرطة القضائية، بالإضافة إلى الجيش الوطني، هي أربع جهات. يعني هذا حسب ما رأيتها وحسب ما رأيت. كيف تمثلت هذه الحماية؟ يعني هل كانت عناصر تلك الجهات منتشرة يعني أمام المقر؟ يعني كل هذه الأربع جهات كانت منتشرة في على الأرض، كانت منتشرة، كانت تأتي أيضا مع المتهمين، كانت منتشرة أيضا على أسطح البنايات المجاورة للمحكمة، كانت منتشرة بشكل إلى حد ما بشكل ممتاز، أمن على الأقل، أمن الحماية اللازمة وأمن الظروف المناسبة لإجراء هذه المحكمة. أيضا فيما يخص الصحفيين، لعل البعض يعني واجه مصاعب، حقيقة يعني بشكل عام تم تسهيل الإجراءات الخاصة بالصحفيين، تم تسهيل دخولهم، تم تسهيل مرورهم، ولكن إن وجدت حق العراقيل في التفتيش في الدخول، هذه عراقيل طبيعية. يعني طيب معتز، يعني النائب العام في المؤتمر الصحفي مساء أمس ذكر بأن غرفة الاتهام وكل ما يجري فيها سوف يكون سري وفق القانون الليبي. حدثني يعني كصحافة، يعني إلى أين وصلتم؟ إلى أي حدود داخل هذه المحكمة واستطعتم مشاهدته ورصده؟ نعم، نحن قمنا بتصوير دخول المساجين أو دخول المتهمين، إلى نزولهم من السيارة التي كانت تقلهم والتي أوصلتهم إلى المكان، إلى يعني الباب التي تم الاستلام منه. بعد ذلك يعني سمح لنا بأن نقوم بالتقاط بعض اللقطات للمساجين أو المتهمين وهم داخل قفص الاتهام. قبل دخول القاضي تم يعني حتى بعض القنوات لم تتمكن
المساجين داخل يعني نعم من غرفة تصوير أو قصر المساجين الاتهام، أنت ولكن في الداخل. تم أشكرك معتز، استشهادنا يعني ابقى معي سوف استشهادنا نعود بذلك إليك. وقمنا بتصوير اللقطات هناك. نعم تمام. سوف أعود إليك للنقاش وللحديث عن نقاط أخرى مهمة، لكن دعني أنتقل الآن إلى